عقد إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر بالجلسة الافتتاحية. وتأتي قمة البحرين للتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب في غزة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من المنامة موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، أرحب بك وانقل لنا الصورة وأبرز ما جاء في هذا الاجتماع على المستوى الوزاري. حتى هذه اللحظة ليلى، الاجتماع مستمر على مستوى وزراء الخارجية العرب لوضع اللمسات الأخيرة على شكل مشروعات القرارات التي سوف يتم رفعها إلى القادة والزعماء العرب. الوزراء اتفقوا على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب، جدول أعمال الذي سيتم رفعه إلى مستوى القادة والزعماء، لينتظر يوم الخميس حيث انعقاد القمة على مستوى القادة والزعماء والرؤساء والحكماء العرب للبت في مشروعات تلك القرارات والخروج ببيان ختامي بيان المنامة الذي سيصدر عن القمة 33 لجامعة الدول العربية. حتى هذه اللحظة البارز واللافت للانتباه مثل ما علمنا من الكلمات التي كنا نتابعها في الاجتماع الوزاري، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، وكلمت بالأخص كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، الملف الفلسطيني سيلقي بظلال كثيفة على أعمال هذه الدورة العادية، وسوف يكون هناك أولوية على أجندة وزراء وأجندة القادة والزعماء العرب. هذا الملف والتطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية تفرض نفسها على هذا الاجتماع. هناك مصطلحات وتعبيرات وكلمات هامة جدا جاءت في كلمة السيد أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، أشار بوضوح لا لبث فيه وصراحة بأن ما يحدث في قطاع غزة هو تطهير عرقي من جانب القوات الإسرائيلية تقوم به القوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين العزل في القطاع. أيضا رسم ملامح كيف كانت ملامح التحرك العربي للتعامل مع هذه الأزمة المستمرة في قطاع غزة، بأن الجانب العربي تحرك على صعيدين، الصعيد الأول فيما يتعلق بالمساعدات ودعم وإيصال جسر المساعدات الذي يصل إلى هنا الذي يصل إلى مصر إلى رفح إلى مدينة رفح المصرية ويأخذ طريقه إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. أيضا التحرك الثاني الذي أشار إليه السيد أحمد أبو الغيط وهو فيما يتعلق بالتحرك الدولي ومساعي المساعي العربية الدولية لإيقاف هذه الهجمة الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وصولا إلى اتفاق سلام يستند إلى حل الدولتين ما بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وقائم على أراضي فلسطين التاريخية حدودها يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نحن إذن أمام رسم لكيفية كيف التحرك العربي خلال أعمال هذه القمة. هناك أيضا بند هام ذكره السيد أحمد أبو الغيط في كلمته يتعلق بأن الحاصل ما بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي وأن الوصول إلى مبادرة سلام تنهي هذا الملف لابد من أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام يجمع الأطراف التي تقتنع بحل الدولة، لأن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يستطيعان بمفردهما الوصول إلى معادلة السلام التي تنهي بحل ووضع نهاية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. أيضا هناك تأكيد من جانب الوفود العربية المشاركة هنا وتثمين كبير للدور المصري فيما يتعلق بالتحرك المصري والتعامل مع الأحداث الحاصلة في قطاع غزة، سواء من إيصال المساعدات أو الموقف السياسي المصري القوي الداعم للقضية الفلسطينية. هذا الأمر وهذا التثمين للمجهودات المصرية لمسناها هنا من الوفود والبعثات العربية المشاركة في أعمال القمة 33، وأيضا من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين هنا. هناك تثمين كبير للدور المصري للقيادة المصرية في التعامل ومساندة الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن البيان الختامي لهذه القمة سوف يتوقف أمام هذا الأمر ويثمن الجهود المصرية ويدعم الجهود المصرية في التعامل مع هذا الملف. نعم ليلى.
أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري، إلى القمة العربية في البحرين.